بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم إن شاء الله بالدرس السابع الخاص بتقنية اللينك تو اكس ام ال. في هذا الدرس سنناقش ترانسفورم اكس ام ال تو انذر فورمات. انا محمد إماد عرفة. في هذا الدرس راح اتعرف على كيفية تحويل الاكس ام ال فورمات الى انذر اكس ام ال فورمات باستخدامنا تقنية اللينك تو اكس ام ال. اوكي، لان لو بتلاحظ معي عندي هذا هو على اليسار هو ملف اكس ام ال دوكيمنت موجود عندي، وانا بدي اقوم بتحويله لانذر اكس ام ال فورمات. مثلا هون راح تلاحظ انه عندي في هون اللي هو اتريبيوت اسمها كونتري اللي هي يو اس اي، وايضا في عندي هون اللي هو كونتري انديا، وبداخل كل كونتري في عندي هون اللي هو سيت اوف ستودنتس. تمام، فبالتالي راح تلاحظ انه عندي هون اللي هو ستودنت، عندي هون اللي هو مارك، وايضا في عندي هون اللي هو ستودنت اخر تحت اليو اس اي اللي هو روسي، وايضا في عندي هون تحت اللي هو الانديا، في عندي هون اللي هو بام، وعندي هنا ايضا جون. انا كل اللي بدي اقوم بتحويله هو كالتالي، بدي اعرض عندي هون اللي هو ستودنتس ولكن على حسب الكونتري. فبالتالي اذا كان يو اس اي راح يجيب لي كل الطلاب اللي بنتموا الى اليو اس اي، مثل عندي هون اللي هو مارك وروسي زي ما احنا فعليا شايفين هنا، الستودنت الاول هو مارك والستودنت الثاني هو روسي، اندر مين يو اس اي كونتري. وبالنسبه كذلك الامر بالنسبه الى الانديا، فضمن الانديا كونتري في عندي تو ستودنتس اللي هو بام وجون، وراح تلاحظ انه كلاهما بندرج اللي هو تحت الانديا كونتري. خلينا نشوف كيف بامكاننا نعمل هذا الامر. راح تلاحظ انا اوريدي قمت بتجهيز الكود بداخل هذا البروجكت اللي هو ليسون 7، بحيث انه قمت باضافه نفس ملف الاكس ام ال اللي استخدمناه خلال الدروس السابقه. فبالتالي بضغط عليه راح تلاحظ انه هاي هي الداتا بالشكل اللي احنا شايفينه، ستودنتس، ستودنتس كونتري اتريبيوت، وبداخله في عندي هون اللي هو النيم والجندر والتوتال مارك للستودنت. بعد هيك ضفت مره ثانيه ستودنتس بحيث انه له اتريبيوت اللي هي كونتري اللي هي عباره عن يو اس اي. انا الان كل اللي بدي اقوم بعمله هو بدي اني يكون على شكل فورمات جديد بحيث انه ضمن نفس الكونتري اعرض لي اللي هو الستودنتس، بحيث انه تصبح بهذا الشكل، ضمن الكونتري اعرض لي الستودنتس. حتى نعمل هذا الامر بكل بساطه لابد من انه نقوم بانشاء اللي هو اكس ام ال دوكيمنت، بحيث انه راح اقوم بعمل لود لكل الداتا الموجوده عندي ضمن هذا اللي هو الباث اللي احنا فعليا شايفينه. فبالتالي راح احمل الداتا اللي هي data.xml الموجوده عندي ضمن هذا البروجكت، بحيث انه راح اخزنها بداخل XML document. وبعد هيك مباشره قمت الان بانشاء اللي هو XML document عن طريق استخدامنا للx document، بحيث انه بالبدايه راح يكون في عندي هون اللي هو root، والroot عندي هون هو عباره عن students، فبالتالي لابد انه يكون في عندي هون اللي هو root وعباره عن students، وبداخل هذا ال students في عندي هون اللي هو another عندي اللي هو خلينا نحكي سيكشن او اليمنت اللي هو عباره عن اليو اس اي. فبالتالي راح تلاحظ انه انا في عندي قمت باضافه اللي هو اكس اليمنت اللي هو عباره عن اليو اس اي. انا بداخل عندي هون اللي هو اليو اس اي في عندي هون اللي هو الستودنت، فبالتالي انا بحاجه لاني اعمل لود لهي الستودنت، فبالتالي لابد اني استخدم عندي هون اللي هو لينك تو اكس ام ال كود. فبالتالي لاحظت هون عمالي بعمل اللي هو فروم اس ان اكس ام ال دوكيمنت تو ديسندنتس، عمالي انا بجيب الستودنت زي ما احنا فعليا شايفين، وبفلتر على حسب مين الكونتري. تمام، طبعا انا هنا بفلتر على حسب الكونتري كاتريبيوت. تمام، فبالتالي هنا بجي بحكي اذا كانت هي يو اس اي، بالتالي اعمل البروجكشنز واعرض لي الداتا اللي انا بدي اياها. البروجكشنز هو راح يكون بكل بساطه على النحو التالي، اللي هو عندي نيم وجندر وتوتال ماركس، فبالتالي هاي هي اللي بدي اقوم بعرضها. فبالتالي راح تلاحظ انه انا عماله اعمل البروجكشنز للستودنت بحيث انه اصبح في عندي نيم وهي كاليمنت وراح يجيب لي الفاليوز لإلها، وايضا الجندر راح يجيب لي الفاليو لإلها، والتوتال مارك راح ايضا يجيب الفاليو لإلها. ومجرد ما ينتهي كررت نفس الشيء اللي موجود عندي هون الى مين؟ الى الانديا كونتري زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي، وبعد هيك مباشرة قمت بحفظ النتائج بداخل نفس البروجكت. تمام، وتحت اللي هو اسم اللي هو result.xml. اوكي، لاحظت احنا الان انا فعليا عندي data.xml وليس result.xml. الان بعد هيك خلينا نجي نعمل سيف، خلينا نجي الان نضغط على كنترول واف 5. لاحظ انه cannot find the file، فخلينا نجي نتاكد من الباث انه الباث هو صحيح 100% ولا لا. فراح اروح مباشره الى نفس البروجكت عندي هون ليسون 7، فبالتالي خلينا نجي نعمل منه كوبي، ومباشره راح اقوم الان بوضعه بهذا اللوكيشن زي ما احنا فعليا شايفين. وايضا عندي هون نفس الشيء راح اقوم الان بوضعه عندي
بداخل عندي دبل كوتيشن. اوكي الان راح اروح مباشر عندي هون نضغط على كنترول واي اف 5 راح تطلع هون اعطاني بريس اني كي تو كونتينيو الباث صحيح. الان هو بعمل مره ثانيه على شو اول فايلز راح تطلع انه هذا هو ملف الاكس ام ال اللي هو تحت اسم ريزلت. لو بضغط عليه راح تطلع هون عرض للستودنتس وبداخلها عندي هون اللي هو تو اليمنتس اللي هو يو اس اي وانديا. ضمن اليو اس اي كان في عندي اللي هو تو ستودنتس وضمن الانديا ايضا فعليا في عندي تو ستودنتس. اوكي اذا هذا هو كل شيء بالنسبه لدرسنا اليوم. بتمنى يكون درس اليوم واضح وسهل. أخيرا thanks for listening and have a great day.